طب ايه التغيرات الايجابية اللي عادت عليا خلال الشهر ده من العادات الكتيرة اللي انا ذكرتها دي مع بداية السنة؟ والله والله، ومش كلام مقالات زي ما بيقولوا، يعني بقى عندي قدرة غريبة على السيطرة على نفسي، انك ما تمشيش ورا كل ما تهواه النفس او كل ما تهواه نفسك. بقى عندي شيء من قوة الشخصية مع نفسي. انت ممكن يكون عندك قوة شخصية مع الناس كلها، بس في حد شخصيتك قدامه بتبقى ضعيفة، اول حد شخصيتك قدامه بتبقى ضعيفة هو نفسك. لان انت، يعني انا شايف البني ادم ذاتين او حاجتين، روح ونفس. النفس اللي هي الأمارة بالسوء بطبيعة الحال عند كل الناس، كلنا للأسف أو أغلبنا بيبقى قدام النفس الأمارة بالسوء دي أو القرين، ممكن نسميه ضعيف، قليل قوي اللي بيقدر عليه. من أحلى الحاجات اللي أنا ملاحظها فيا، الحمد لله الحمد لله، إن أنا وصلت لمرحلة إن أنا لا بكنترول نفسي. حاجة نفسي فيها وعقلي مش عايزها، بمشي ورا عقلي. من الحاجات التانية اللي حسيتها ان انا بقى عندي ثقة في نفسي اكتر، او بقيت more open to people. يعني اللي خلاني الاحظ كده اكتر نشاطي على السوشيال ميديا. انا كنت الاول ممكن قبل ما انزل بوست او صورة او حاجة افكر 1000 مرة قبل ما انزلها، افكر في رأي الناس، افكر في نظرة الناس، افكر في كلام الناس هيقولوا عني ايه. الموضوع ده شبه بقى ولا في الدماغ ولا بيهمني. يعني انا اعتبرت ده معيار او مقياس لشيء من الثقة في النفس. عشان نكون واقعيين، ناس كتيرة على فكرة مفتقدة ثقتها في نفسها. وعايز تحكم على نفسك عندك ثقة في نفسك ولا لا، شوف حضورك على السوشيال ميديا عامل ازاي، شوف بتعمل حساب each and every point او word قبل ما تقولها او لا. الدبلوماسية مطلوبة، الادب والاحترام مطلوب، الذكاء مطلوب، الذكاء العاطفي او الاجتماعي. بس كونك تعمل حساب لكل حاجة قبل ما تشيرها، ده انا بعتبره هزة في الثقة في النفس. في شغلي الحمد لله عندي ثقة في نفسي جدا، وبتعامل مع الناس وبعمل public speaking عادي جدا، وده من اكبر مخاوف البشر، انك تقدر تقف قدام جمع من الناس واكسبوزد، تبقى معرض ليهم تماما وتتكلم معاهم. ده مش اي حد يقدر يقوم بيه. لكن كان ستيل عندي الجانب المظلم بتاع السوشيال ميديا، تخيلوا. لان انا كنت ببقى واثق نفسي في نفسي جدا قدام اللي ما يعرفنيش ومعرفوش، قدام الناس الغريبين يعني. لكن على السوشيال ميديا عندي قرايبي، عندي اصحابي، عندي زمايلي في شغل سابق، عندي عندي عندي. فده كان بيخليني اتربي شويه، او يعني اعمل حساب للناس دي. دلوقتي صباح الفل خالص، يعني بقيت اسوشيالايز واكوميونيكيت اكتر. هتقولي كل ده من العادات اللي انت تبنيتها؟ كل ده من العادات اللي انا تبنيتها، لانه انا بامن انه النفسيه، المايند سيت، او مش عارف اسميها ايه، بس هو انا بامن ان في يعني علاقه خد وهات، او في ريفليكشن دايما بين النفسيه والجسديه والعكس. انت ممكن تغير عادات جسدية فيك وغذائية او صحية تنعكس على نفسيتك، وكذلك تغير حاجات في المايند سيت بتاعت تفكيرك تنعكس عليك جسديا. صحيا، يعني تعالى نتكلم من الجانب الصحي. عايز اقول لكم الحمد لله شايف نفسي جسديا اروق بكتير، بقيت اخف، بقيت مور فيت، بقيت خفيف كده. انا كنت الاول ممكن اصحى من النوم عشان اخد قرار ان انا من بعد الصحيان لحد ما ان انا اسيب السرير كنت باخد شوية وقت. لا، انا بصحى من النوم على طول، اروق سريري، اقوم ادخل اخد الشاور. يعني بقيت خفيف، بقيت حاسس ان انا خفيف.
من الحاجات برضو اللي لها كان اثر الايجابي من يعني كان ليها اثر ايجابي الحمد لله في حياتي بقى كمجمل الروحانيات والقرب من ربنا، ده فرق معايا كتير جدا، سواء في النفسية رقم واحد لان دي اكتر حاجة تهمني كانسان او تهم اي انسان بعيدا عن اي ماديات او لازم تكون نفسه مطمنة ومرتاحة نفسيا. يا نهار ابيض انا بقيت متغير جدا 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 جدا. رزق الحمد لله الحمد لله الحمد لله، رزقي ربنا بقى يعني موسع لي رزقي شوية الحمد لله، انا مبسوط بحاجة زي كده. القبول ده ودي حاجة من عند ربنا، بس صدقني عمر ما الناس هتقبلك وربنا مش قابلك. انا بشوف سيلبرتيز كتير مهما مسكوا فلوس ومهما كان لهم من جاه او من سلطان الناس برضو مش قابلاهم، وكل الكومنتات تلاقيه لما بيبقى نزل عنه خبر مثلا كل الكومنتات بتهاجمه وكل الكومنتات مش قابلاه وكذا، لان ربنا مش قابله عنده. هي انا بحس القبول ده وانس ان ربنا رضي عن العبد وقبله الناس هترضى عنه وهتقبله، وما يكونش غايتك رضا الناس، يكون غايتك رضا الله واكوردنجلي او بالتبعية الناس هترضى عنك وهتحبك وهتستحملك وهتقبل منك حاجات ممكن ما تقبلهاش من غيرك. بقى عندي جرأة واقول لكم على حاجة غريبة او سر، يعني من زمان وانا مش هقول بخاف من الموت لكن كنت بحب الحياة اكتر من الموت، بس كنتش بحبه ومش هقول كنت بخاف منه، بس خلينا نقول كنت بخاف من الموت، كنت بحب الحياة اوفر الموت، يعني بحب الحياة على الموت. انا اتغيرت جدا، ما بقيتش خاف من الموت ابدا، يعني بقيت حاسس ان انا جاهز في اي وقت ان ربنا يسترد امانته، مش فارقة معايا فعلا، ما بقيتش فارقة معايا، لسه بحب الحياة ولسه فيا حياة ولسه عندي احلام كتير نفسي احققها ولسه عندي طموحات نفسي اوصل لها، وفي بلانز وحاجات وخطط مجنونه نفسي اعيشها، بس متمسك بيها. بس لو حطيت لي الموت قصادها مش عادي، يعني لو ربنا عايزني ياخدني جاهز، مش شايف ان انا بيرفكت على الصعيد الديني وان انا شيخ ومؤمن خالص خالص، ما زلت بعمل اخطاء وما زلت برتكب ذنوب لكن ما بقتش خايف من الموت، ما بقتش بعمل يعني ما بقتش اهابه، ما بقتش اهابه خالص، ودي بعتقد يعني العامل الروحاني هو اللي اداني بوش للموضوع ده شويه او هو اللي شجعني على حاجه زي كده. حاسس ان انا على الاقل لو اتعذبت مش هتعذب مش هتشوي قوي، يعني لان بقيت اعمل حاجات، يعني الصلاه دي يا جماعة الصلاة دي حاجة مهمة قوي، يعني مهما وصل بيك مهما يعني وصلت بيك الذنوب والأخطاء اللي هتعملها في حياتك دايما حاول تخلي الباب موارب بينك وبين ربنا، لأنك you never know انت ممكن تحتاج في يوم من الأيام تفتح الباب ده وترجع له. وفي رأيي أحسن حاجة توارب بيها الباب هي الصلاة، يعني دي تقريبا اكتر الحاجات اللي اتغيرت فيا وانا مبسوط بكده جدا 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 الحمد لله. مرة تاني بقى عندي ثقة في نفسي اكتر واكتر، وثقة في ان اللي عندي بقوله طول ما انا ملتزم بحدود الادب والاحترام، ما بقتش اعمل حساب للناس قوي زي الاول، حاسس ان رزقي اختلف. واي ثينك وان اوف واحدة من أسرار الرزق اختلاف الرزق ده أو البركة فيه والله أعلم هي الصحيان بدري. طبعا كده كده الرزق أو الخير في بكور، الرزق في بكور أمتي في حديث تقريبا كده، البكور يعني من الإبكار من الصبح بدري. أبويا بسط لي الكونسبت ده، قال لي الرزق ده بينزل الصبح بدري مع الملائكة المسخرين بتوزيع الأرزاق، بيبقى زي في ورقة وقلم كده يبدأ ينادي، عارف زي ما يكون معاك تعيين بتدي لكل واحد التعيين بتاعه صباحا، فبيبدأ ينادي على فلان موجود رزقك النهاردة كذا، خد فلان موجود رزقك النهاردة كذا،
خد. وقد يكون الرزق ممكن مش مادة بس، ممكن صحة، ستر من حاجة، بركة في حاجة تانية. لو انت نايم فلان ما بيردش، فلان فلان فين عشان ياخد رزقه، ما بيردش، ده نايم. طب خلاص بقى نايم، يعني هتدوله ازاي وهو نايم؟ هو لما الامر بص تلاقيه بالطريقة دي زمان ما فهمتوش وما استوعبتوش الا دلوقتي، انه فعلا رزقك بيوسع لما بتصحى بدري. لذلك قريت صدفة انه القاسم المشترك او العادة المشتركة الوحيدة بين كل الناجحين ورجال الاعمال بيسموه ايه انتربرينورز والناس دول، العادة الوحيدة المشتركة بنسبة تقريبا 99.9% هي الصحيان بدري. مهما وصل من غنى وثراء ونجاح كلهم بيصحوا بدري، ايا كان عمرهم او سنهم قد ايه، كبير عجوز صغير شباب، العادة المشتركة بينهم رقم واحد هي الصحيان بدري. تليها على طول القراية، يعني برضو ناس كتيرة جدا من الناجحين في الحياة بيقروا. العادات اللي حسيت ان هي غيرتني فعلا فعلا بقى هي اللي كان هي ذات الاثر الكبير عليا، صحيان بدري، المديتيشن بالمناسبة يعني من الحاجات اللي برضو لاحظتها اتغيرت فيا، واي ثينك الفضل بعد ربنا يعود للمديتيشن. مش ولا في الدماغ وتبقى سلبي، بس بقيت بتترفع، يعني حاجات كتير بتستصغرها بتشوفها صغيرة ولا بتفرق معك ولا بتهمك. بقيت اهدى، يعني الاندفاع ما بقاش موجود، ما بقتش موجودة. المديتيشن فعلا 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 فرق معايا في البوينت دي. تبطيل السكر، السكر ده مخدرات بالمناسبة، يعني السكر والملح دول يسمى السم الأبيض، السكر والملح، وإن كان السكر أكتر كمان. سكر دسام، ده ما في عادة كمان نسيت أقول لكم عليها، أنا بطلتها تماما من بداية 2020، ألا وهي تبطيل العيش الفينو. بطلت أكل أي حاجة فيها دقيق أبيض، كرواسون بقى، باتيهات، عيش فينو، تماما تماما. عيش بلدي، مع اني سبحان الله انا زمان ما كنتش بحب العيش البلدي خالص، يعني انا كنت باعتبار ان كنت عايش في الخليج، فكان هناك العيش اللي هو اللي بيسموه الشامي او اللبناني. فلما جيت مصر عشت في مصر فضلت برضو اكل على ما تعودت، اكل عيش شامي لبناني او عيش فينو. بطلت العيش ده تماما، وحاسس برضو صحيا او فيسيولوجيا فارق معايا، which is الحمد لله. يعني ما يمنعش طبعا برضو الامور ما بتأخذش حزما قوي كده، يعني ممكن لو في مكانه وهطلب ساندويتش وفي عيش فينو هاكله عادي، بس ما اشتريهوش. الحقيقة وصدقا يعني لغاية دلوقتي انا ما فيش عادة جابتني الارض، يعني او ان انا استسلمت لها. ما زلت بصحى بدري، ما زلت مبطل سكر، ما زلت بعمل استريتشات، ما زلت بعمل مديتيشن. ممكن المديتيشن ما بقاش كل يوم، يعني ممكن تجلي مني يوم يومين، بس ستيل من ضمن العادات اللي بمارسها حتى وان كانت بصورة غير يومية، ولكن ما زالت موجودة. مقالي ما زلت ما باكلش حاجات مقلية واكل فيه دهون قوي، لا خلاص، يعني حتى لما بحب اكل مثلا بيض مقلي مش عارف ايه باكله بزبدة طبيعية. يعني طب ايه العادات اللي انا متأكد ان عمري ما هغير، يعني بإذن ربنا طبعا، بس اللي هو يعني مش هتخلى عنها وعجبتني قوي؟ الصحيان بدري، مع اني بصحى بدري اوقات كتير في ايام اجازاتي وبيكون ما عنديش شغل في اليوم ده، بس ستيل مش مسبب لي ازمة، يعني بيس. القراية، مش هستغنى عن القراية دي تاني، مش بالضرورة اقرأ كل يوم، وان كان الفترة اللي فاتت لا، انا وصلت لمرحلة ان انا فعلا بقرأ كل يوم، لازم اقرأ حتى ولو صفحة او صفحتين قبل النوم. يعني انا بآمن ان القراية دي كونك تمسك كتاب كده في ايدك، وبالمناسبة
عشان تحس بمتعة القراية بجد لازم تكون يعني حاجة كتاب هارد كوبي، مش تقراه PDF على موبايل او اي بوك او حاجة. انا بآمن ان القراية دي بمثابة تذكرة سفر للعالم اللي حواليك من وانت قاعد في مكانك. وخدوا بالكوا، القراية بتزيدك ثقافة، والثقافة غير العلم، مش كل المتعلمين مثقفين. بلس ان الثقافة انا بعتبرها رصيد او فاليو، قيمة بتدي قيمة للانسان وبتخلي ليك حضورك في وسط الناس. الكتابة مش قادر اكتب كل يوم، لان برضو التوارد او يعني توارد الافكار ده مش حاجة مش بايديك، مش زرار هو بتدوس عليه. especially لو كتاباتك عادة من الحاجات اللي انت عايز تكتب اللي انت حاسس بيه، او يكون خارج من قلبك عشان يوصل لقلب اللي بيقراه. بالمناسبة انا المفروض كنت ناوي ان شاء الله معرض الكتاب اللي فات من كام يوم ده، كنت كاتب كلام كتير وعايز اعمله في كتاب وانزله المعرض. حصل لي انشغالات كتير ان انا معرفتش اصفه، لان انا بفضل لما اكتب حاجة اكتبها بالورقة والقلم. بس بعد ما بتلم كل الاوراق والقصاصات اللي انت كاتبها دي، لازم يتعمل له عملية صف، يعني يتفرغ على ملف وورد مثلا. ما كانش عندي الوقت ان انا اعمل الموضوع ده، فما لحقتش معرض الكتاب. من حسن حظي ان انا معرض الكتاب بالذات اللي فات ده، لان كان فيه شوية هوجة يعني، مع احترامي للناس اللي كانت كاتبة كتب كويسة وقيمة يعني، بس كان في يعني تفه كتير، او كان في ناس تافهة كتير قوي منزلة. فيعني كان يستحسن ان الواحد يعني هو انا ما كانتش مقصودة ان انا نقيت بنفسي عن النزول، هي جت بتدبير من ربنا. والحمد لله انا مبسوط ان انا ما نزلتش كتابي في الفترة دي، عشان انا كنت هتاخد مع الهوجة دي، وكنت هعتبر من الناس هتعتبرني من الناس اللي، وهيبقى ليهم حق يعني، اللي هو انت مين ولا انت ايه عشان تكتب كتاب. طيب في ناس كتير هتسألني، طب انت ازاي جات لك القدرة انك تلتزم بالروحانيات، تلتزم بالصلاة، تلتزم بالصحيان بدري، تلتزم بتقليل الملح او بتبطيل السكر او بمنع كذا او كذا. خلينا اقول لكم ان مش بالضرورة اللي نجح معايا هينجح معاك، ومش بالضرورة اللي ينجح معاك ينجح معايا. وفي حاجات ممكن انا قدرت عليها انت ما تقدرش عليها، وفي حاجات انت تقدر عليها وانا ما اقدرش عليها. الناس كل واحد ليه طاقة وليه قدرة مختلفة عن التاني. ولما بتتبنى عادات جديدة في حياتك، انت معرض جدا انك يحصل لك دروب او مرحلة خمول او زهق. الشطارة بس لو وقعت تقوم تاني وتكمل، ادي نفسك ريست. يعني مع بداية 2020 قلت انا هصحى كل يوم الساعة 5 صباحا، ما حصلش. ممكن حصل مرتين تلاتة اربعة، لكن لا، في العادي بقيت اصحى الساعة 6 6 ونص. طب انا كل يوم هنام الساعة 9 بالليل؟ لا، اوقات بنام الساعة 10 و11 و12، وفي اوقات كان غصب عني بنام الساعة 1. لكن الميزة عشان الساعة البيولوجية بتاعت جسمي اتعودت او اتسستمت ان هي تصحى بدري، فحتى لو سهرت بصحى بدري، بس تاني يوم بنهار برضو بدري. فبتلاقي نفسك في 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 سايكل كده انا شايفها كويسة يعني. نهاية الكلام، عايز تكون انسان احسن في حياتك، ابدأ من التغيير اللي من جوه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بكل بساطة يعني، انت لو فعلا فهمت واستوعبت الآية دي، الله أكبر الله أعظم ولا عز الدوام لله. انا خلصت عشان المغرب، ربنا يوفقكم، واستنوا الفيديوهات الجاية هقول لكم ازاي يبقى توصل لمرحلة من ازاي يعني تاخد المبادرة مع نفسك، وازاي تكون لك السيطرة على زمام امور حياتك. ان شاء الله في الفيديوهات في الفيديوهات الجاية.
شكرا، السلام عليكم.